مثل بيقول لك ايه؟ صاحبك على عيبه، مفيش انسان ما فيهوش عيوب، معروفه. بما اننا غالبا بيكون صاحبنا انسان اكيد هيبقى معاه عيوب، لازم ديفو. انا بقى بحب اصحابي وبحب اقعد اصنف الديفوهات عند الصحاب. النوع الاولاني الصاحب الانرجايزر، مفرط الحركه، الهايبر. ده بقى تلاقيه ايه، بيقوم فجاه وهو بيكلمك يتكلم بصوت عالي جدا ويقول حاجه في منتهى التفاهه مش محتاجه الحماس ده كله. شفت هلا جنوط السبور اللي جابها الواد شريف؟ يستخدم ايده في شرح كل كلمه. لما ربنا يهديه ويقعد يتهد جنبك تلاقيه قاعد يخبطك في كتفك في رجلك طول الوقت. حتى التعبير على المشاعر، يلا انا بحبك، يلا انت عارف انا بحبك، كده عارف، يلا انا مش عارف، مزعج جدا. وفي بقى طبعا صاحبي العميق، ده تلاقيه بيستخدم كلام مقعر قوي ومصطلحات عميقه لوصف اي حاجه عاديه، فتلاقي كلامه مليان بحاجات شبه ارهاصات، معطيات، اليات، اشكاليات. خدت بالك؟ شوف يعني اشكاليات دي ممكن يقول مكانها كلمه مشاكل او مشكله، هي نفس المعنى، بس ازاي بقى؟ لازم يبقى عميق، وهو اصلا اتفه من الجوافه. ده بقى تلاقيه هو بيكلمك يوطي صوته، بيستخدم طبعا حشرجه كده، يبص يمين وشمال، بعدين يقرب منك يمسكك من ركبتك ويضغط ضغطه خفيفه كده في وسط الكلام، بتدي للكلام اللي بعديها معنى تاني خالص، حتى لو تافه. يعني يقول لك بص نجيب كوبايه شاي، معلقتين سكر. شفت معلقتين السكر راحوا فين؟ راحوا في حته عميقه كده. ليه كده؟ انت عميق يالا. عندك كمان الصاحب اللي هو الخلف خلاف، ده بيبدا دايما اي جمله بكلمه بالعكس. شفت الضحكه مع بالعكس؟ حتى لو الحاجه ملهاش نقيض، انا ما عنديش مشكله مع الاختلاف، انا بختلف عادي جدا، بس افهم. يعني اقول له مثلا ايه، والله انا بحب الفول، يقول لي بالعكس انا احب الطعميه. يا فين التضاد؟ ما يعني حب الطعميه براحتك، انا بحب الفول يا اخي، هو ده عكس ده؟ مفيش عكس. طب ده رايه في الاكل، يلا ما عنديش مشكله. انما لما اقول له مثلا ان الجو حر فيقول لي لا بالعكس دي الشمس طالعه. فين العكس بقى؟ هي غلاسه وخلاص. في بقى صاحب القلاش، ده بيبقى سئيل، محروق، متوقع، مهروس، رخم وتعبان في مخه. تعبان عبد الرحيم، ليه على طول قاعد يقول كده. عندك طبعا الصاحب البرم، ده اللي بيبدا كلامه دايما بكلمه يا ابني، في ضحكه كده ونفس طالع من المناخير، يا ابني ايه، فاهم؟ فظيع، برم خالص، ويقول لك لا يا معلم، لا لا لا، ويكرر نفس اللي انا قلته عادي جدا، مفيش مشاكل. برم بقى عنده شبكه علاقات ما حصلتش في تاريخنا المعاصر، وانا متاكد تماما ان انا ومحصل الكهرباء اهم اتنين يعرفوه، هو مفيش خالص، بس هو بيحب يدي نفسه الاهميه دي. يا ابني لو عايز تجدد الرخصه قول لي، يا ابني السجل المدني دول كلهم حبايبي، يحسسك ان مؤسسات الدوله دي كلها فاتحه عنده في البيت. برم، برم قوي. في كمان بقى الصاحب الطياري او الصاحب النزوه، ده الصاحب اللي بتقابله على القهوه، تلعبوا طاوله كوتشينه، تقابله عند واحد صاحبك تاني، تلعبوا بلاي ستيشن مثلا، تعرفش اسمه، مش مهم، معاكش رقم تليفونه، مش موجود عندك على الفيسبوك، تتقابلوا تهيصوا شويه وتروحوا لحالكم. اوقات قصيره لطيفه، فيش قيود، فيش التزامات، فيش توقعات، فيش خيبه امل، نزوه. ولو صاحبنا القلاش قاعد هيقول لك نزوه فؤاد، فبس مش عايز اكرر الموضوع ده، انت فاهم قصدي، نزوه فؤاد. هاي عندك كمان الصاحب اللي مشغول جدا وهو فاضي اصلا على طول، ده مبدئيا عواطلي، خالي شغل، ما ورهوش اي حاجه في الدنيا، وعلى طول متسربع ومتلهوج وبيجري علشان وراه 80 حاجه. هم ايه؟ انا مش فاهم، ما ورهوش اي حاجه، بس مش فيش وقت. ده معاه 3 موبايلات، متاخر، ما بيكملش جمله، عشان البتاع، هجري بس اجيبها. تلاقيه جاي لي البيت، قاعد في بيتي، ما بيتكلمش معايا ولا كلمه، ماسك التليفونات الكتير عمال يكتب حاجات، اكلمه ما يردش، احس ان هو جاي لي في وقت مش مناسب. عجيب جدا. في طبعا الصاحب النجم بقى، ده غالبا بتلاقيه بيلبس حاجات ضيقه جدا، مش وزنه، مش منظره، جزمه بوس طويل بتلمع، شعره بيلمع، متسرح بعنايه، واخد وضع صور اغلفه الالبومات، وتلاقي الالبومات بتاعت صوره على الفيسبوك اللي هي الجرح علمني، فاهم؟ اللي هو بتلاقي نص منور ونص ضلمه، المزدوج ده حركات كده، نجم خالص. ده بيبقى مش فنان خالص وذوقه بعافيه يعني، بس مدعي، عامل نفسه ملطوش بالفن والفنانين حبايبه. استخدم الاسم الاولاني لكل المشاهير، لك شفت عادل في الارهاب والكباب، مش عارف، لا ما كانش زي، او مثلا يقول لك شفت حلمي ومنى في الحفله، لا ما كانوش زي الاول، في حاجه غلط ما بينهم، كانه بيتكلم عن ولاد خالته مثلا. مدعي ونجم حبيبي. في الصاحب المرن بقى، ده معاهم عليهم عليهم، ممشي حاله، تقول له الطريق النهارده زحمه جدا، يقول لك اه والله يا ابني بره جحيم، تقول له بس سلكت يعني الكوبري مش، يقول لك اه الحمد لله بقت زي الفل، جيت في 10 دقايق. الله، ايه يا ابني، في ليه بتعمل كده؟ هو انا بسجل لك؟ في كمان الصاحب الخدوم قوي، الحبوب قوي، المضر جدا، اللي هو انا لقيتك راكن صف تاني، طلعت خدت المفاتيح من الحاجه، ركنتها لك ركنه تمام والمفاتيح معايا. ايوه يا حبيبي، طب انت فين بقى؟ لا انا رجعت البلد، فانا في السمبلاوندو، بس الركنه عظيمه، ايه رايك؟ طبعا في الصاحب السلفنجي، ده طبعا بيبقى ظابط نفسه على مواعيد القبض، الحوافز السنويه، بدل السفر، المناسبات، حتى لو انت بتشتغل فريلانسر بتبقى عارف ان جاي لك فلوس، فاهمش ازاي؟ اي حاجه بقى، عنده نسخه من تقارير معاملاتك البنكيه، وضعك الضريبي، فهمك خالص من الناحيه دي. وتلاقيه دايما بيقول الايه، طلبيه السلف دي بطريقه كده، اللي هو مش حاجه هتجيب.
كأنه حقه، كأنه له فلوس عندي. وفي كمان صاحب المشاريع بقى، ده دايما عنده مشاريع عملاقة وأحلام ثراء سريع، ودايما مشاريعه دي بيدخلني فيها بقى كرأس مال، إدارة، تنفيذ، وقت ومجهود ودعاية وتسويق، وهو دوره بيقف عند اقتراحه للمشروع بس. يقول لي بص انت هتمول، هتدير، هتسوق، هتواجه المنافسين والأزمات، في الآخر نبيع ونكسب. خدت بالك دخل امتى؟ وقت المكسب. بس اعمل انا كل حاجة لوحدي بس نبيع ونكسب. هو ده بقى النصاب الحقيقي اللي لما بهزقه كل مرة بيتحول فورا لصاحب السلفنجي. تلاقيه في الآخر قال لي طب فيش اي حاجة اخر الشهر كده. في بقى أشهر نوع، صديق وقت الضيق. ده بقى مش ديفو، ده بيقتلني، اللي هو بيجيلك وانت متضايق يضايقك أكتر. أنا ما استحملش كده، اللي هو يجيلي يقول لي إيه يا معلم مالك مكتئب وحابس نفسك في البيت إيه وهبل، قوم قوم بلاش كلام. فأنا بص شايف منظرك، تخنت وتعوجت كده وبقى شكلك زبالة وبشع وتخين وفاشل ومكتئب كمان، إيه يا عم الكلام الفاضي ده؟ طب ما تديني رصاصة الرحمة بقى وتخلصني، هي ناقصاك؟ ده مش ديفو ده يا عم الحاج، مش ديفو.